السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم كريم من قناة جيمز كومباني الجديد. النهاردة يا جماعة عملت لكم فيديو جديد طبعا، بس قبل ما اعمل الفيديو ده عاوز اشكركم يا جماعة جدا 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 على 160 مشترك يا جماعة، بجد الف شكر. ماشي يا جماعة، النهاردة حلقتنا هنعمل فيديو مود الشادر اللي هو بتاع ماينكرافت، اللي بيخلي السماء تبقى شكلها حلو وبيخلي المية لونها يغيرها. ماشي، وهوريكم دلوقتي في الفيديو. ماشي، اول خطوة طبعا عشان نحمل الشادر ده ندخل على البلاي ستور. ماشي، بعد ما ندخل على البلاي ستور يا جماعة ندخل في السيرش نكتب ANDONS. ماشي، ونعمل وندوس على سيرش. هتلاقوا يا جماعة قناة اسمه ادونس فور ماينكرافت، ندخل عليه. طبعا نحمله، البرنامج صغير جدا، 4 تقريبا ميجا. ندخل عليه يا جماعة. طبعا بعد ما نحمله ندخل عليه. طبعا بعد ما دخلنا عليه يا جماعة هيبقى في حاجة اسمها اكسبلو وبوك مارك وسيرش. ندخل على سيرش. ماشي يا جماعة، بعد ما ندخل على سيرش ندخل على السيرش ونكتب اي. ماشي، وبعد كده نعمل نكتب قصدي تي اي اي اللي هي بتاعت الشاي يعني. ماشي، ونضغط على سيرش. تمام، هيجي لكم يا جماعة حاجة اسمها اتش ام زد ار شادر جرين تي. ماشي، طبعا نحمله يا جماعة، البرنامج خفيف جدا يعني، والجميع اصدارات ماينكرافت. ماشي، وكمان بدون لاج على فكرة. ماشي، مش هيبقى فيه اي نقطة لاج في لعبة ماينكرافت. ندخل عليه طبعا يا جماعة، عاوز بس الفيديو. ماشي، ندخل عليه. ماشي يا جماعة، طبعا وهو بيفتح اللعبة هيظهر لكم حاجة كده. اول لازم اجربها معاكم اهي. ماشي، اول ما تفتح اللعبة ماينكرافت هتلاقي حاجة فوق ظهرك كده. ماشي، ولازم تظهر يعني، اكيد هتظهر يعني. ماشي، هوقف بس يا جماعة الفيديو عشان ما نطولش. ماشي يا جماعة، طبعا زي ما انتم شايفين اول ما دخلت started importing اس. ماشي، اهي فيلد تو امبورت، مش فيلد يعني، عشان يا جماعة بس محمله. ماشي، طبعا اول حاجة هندخل عليها سيتنج. ماشي، طبعا هو مش هيقول لكم فيلد، هيقول لكم successfully، ولو قال لكم فيلد يبقى عادي يعني، مش هيبقى فيه اي مشاكل يعني، ما تخافوش. ماشي، طبعا يا جماعة ما تستغربوش من الحاجات اللي عندي دي، عشان انا بس محمل الحاجات دي، مش هيبقى عندكم طبعا انتوا الحاجات دي، او لو عندكم، لو انتوا عاملين روابط سابقة مثلا. هندخل يا جماعة، هيبقى في حاجة اسمها ستورج وفيديو بروفايل، هتطلعوا ما بين العين اللي هي دي يا جماعة. ماشي، ما بين البروفايل والستورج اللي هندخل بقى على ايه، شادر اند جلوبال باكس. ماشي، هندخل عليها يا جماعة. ماشي، اول ما ندخل عليها هيبقى في حاجة اسمها HM اللي هو الشادر HMZR شادر جرين تي. ماشي يا جماعة، ندوس عليه طبعا. ثانية بس، فينو هو ده يا جماعة. طبعا تدوسوا عليه هتضغطوا هيقول لكم ابلاي او اوك يعني، مش عارف الشكل، بس انا عشان انا محمله فما بيعملش. ماشي، هتدوس ابلاي او اوك يعني، تدوسوا كده عليه هتلاقي ظهر لكم كلمات كده، دوسوا على اللي هي بتتركب. وبعد كده هتيجي ترجع هيعمل لك ابلودنج للعبه او حاجه زي كده يعني. ماشي، هيعمل لكم، انا عشان طلعت من على طول. هتلاقوا يا جدعان في اللعبه اتغيرت الالوان دي واتغيرت الالوان دي واتغيرت الالوان دي. ماشي، ومكتوب هنا اوبتوفاين اوبتوفاين. ماشي يا جماعه، بعد كده هوريكم طبعا اللعبه من جوه. ماشي، هندخل ندخل اللعبه واوريكم. ماشي يا جماعه، اول ما دخلنا اللعبه طبعا هتلاقوا، اول ما تدخلوا اللعبه هتلاقوا طبعا الميه بالشكل ده يا جماعه، بالشكل ده خالص. ماشي، زرقاء كده بس شكلها عجباني جدا يا جماعه، صراحه شكلها حلو يعني. وبصوا السماء يا جدعان، تحسوا ان هي واقعيه. ماشي، طبعا الشادر ده يا جماعه للاجهزه الضعيفه بس. ماشي، وللاجهزه القويه طبعا. ماشي، بس الاجهزه الضعيفه اكتر يعني. ماشي، يعني اللعبه زي ما انت شايف تبقى سريعه معاك. ماشي، وهي المايه هي زرقاء، المايه دي كمان يا جماعه.
ولو صورت فيديوهات تانية ماشي في السيرفر او حاجة هبقى اوريكم المية، عشان ما تقولوش ان انا مثلا بضحك عليكم او كده. ماشي في المية دي بس، ماشي. والسما دي زي ما انتم شايفين يا جماعة اهي. تعالوا بقى ندخل على تاني مرحلة، وهي ما يبقاش فيه لاج ازاي. ماشي يا جماعة، قبل بس ما اعمل لكم الخطوة التانية اللي هي تسريع لعبة ماينكرافت هوريكم حاجة، ماشي. وهي لازم تظهر لكم، لان لو ما ظهرت لكمش يبقى كده ما نفعش اي حاجة، ماشي. هيبقى الروابط اللي انا عاملها اسفل الفيديو دي، ماشي، هوريكم عاملها ازاي. هيبقى فيه اوبتوفاين وشادر جلوبال باكس بالشكل ده، ماشي، واوبتوفاين و اتش ام زد ار وماينكرافت، ماشي، والحاجات دي كلها، ماشي. وهتلاقوا الحاجات دي كلها، ماشي، اللي هي الروابط اللي اسفل الفيديو، ماشي. انا حطيتها لكم اسفل الفيديو، هوريكم بتتعمل اصلا ازاي وبتظهر لكم ازاي، هوريكم كل ده. نخش على الاوبتيفاين. طبعا انا سايب لكم الاوبتيفاين اسفل الفيديو عشان تسريع لعبه ماينكرافت، ماشي. اللي تشانكس دي، اللي هي تشانكس دي ما تبقى الستة، تخليها اقل حاجه، ماشي. والديستانس برده ما تبقى، ما تعملوش خالص، قللوا خالص، ماشي. والماكس فريمات طبعا ما تعملهاش 100 ولا 30، حتى اعملها على الاخر انليميتد، ماشي. والديستانس طبعا لازم تقفلها، ماشي، اهي اقفلها، ماشي. ودي طبعا الخطوات لتسريع لعبة ماينكرافت. هوريكم بقى طريقة، يعني طريقة اللي انت تحط الروابط وتظهر لكم بالشكل بالظبط الشكل ده، مش هوريكم ثانية، بالشكل ده يا جماعة، اللي هو اوبتوفاين بالشكل ده وشادر بالشكل ده وكل بالشكل ده، هوريكم ازاي طبعا، ماشي. خليكم معايا، ماشي يا جماعه. طبعا انا سايب لكم الروابط اسفل الفيديو، ماشي. اول حاجه ندخل على الفايل اكسبلور اللي هي دي، ماشي، اللي هو مدير الملفات او الملفات مثلا، ماشي. وندخل عليها، هتلاقي في التحميلات، انا طبعا انتوا هتنزلوها في اذا كان بقى في الاي بي كي ولا الزبز، بس هي الزبز، هي يعني الزبز، انا متاكد، ماشي. الاي بي كي دي حاجه تانية يعني. نخش على الزبز، ماشي، اللي هي الملفات دي، ندخل عليها. الرابط يا جماعة ده هبقى اسيبهم لكم تحت الفيديو، والرابط برضو ده هبقى اسيبهم لكم تحت الفيديو، والرابط الاوبتيفاين اللي هو بيسرع طبعا لعبة ماينكرافت اللي هو اهم حاجة هسيبه لكم تحت الفيديو، ماشي. ازاي بقى يا جماعة اعمل بقى، يعني احطهم ويظهر لكم زي ما انتم شفتوا في ماينكرافت زي ما انا وريتكم. نبدأ بأول رابط، نخش نعمل اول رابط كده، ماشي، وندوس كوبي، ماشي. وبعد كده ندخل على فون ستوريج، بعد كده ننزل، نفضل ننزل ننزل لغاية ما نلاقي حاجة اسمها جيمز، ندخل عليها يا جماعة، ماشي. وندخل على سي موجينج، ماشي. وبعد كده ندخل على ريسورس باكس، ندخل عليها. وبعد كده نعمل بسط، ماشي. طب بس انا عامله طبعا، ماشي. وهكذا برضو مع الملفات اللي انتوا شفتوها، ماشي. هوريكم برضو، هنكمل برضو بقية الملفات. ندخل برضو على الزيبس وهكذا، ندخل على اللينر سلاين باك ده ندخل على كوبي، نعمل كوبي برضو، وننزل نعمل على الجيمز اللي هي الجيمز برضو نفس الحكاية. وبعد كده موجينج، ماشي. وبعد كده ريسون باكس ده، وبعد كده برضو بسط نفس الحكاية، ماشي. مع برضو اخر رابط، نرجع برضو الفايل اكسبلورر، الفوند ستوريج، ماشي، البراوسر برضو، الزبز 5 ده ندخل عليه، نعمل برضو على الاوبتيفاين، وده اهم حاجه يا جماعه الاوبتيفاين ده، ماشي. ندخل برضو نعمل له كده كوبي، ماشي. ننزل 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 لغايه اما نلاقي جيمز، ندخل عليها برضو وهكذا، جومينج وهكذا، الريسورس باكس، ماشي، وهكذا. وندوس باست يا جماعه، بيست قصدي. والمهم كده يا جماعه، يبقى خلصنا الشرح بتاعنا النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تبخلوش علينا يا ريت بلايك، ماشي، عشان انزل فيديوهات اكتر واتحمس اكتر لتنزيل الفيديوهات. طبعا كده يا جماعه انا خلصت الشرح، ماشي. هسيب لكم الروابط كلها اسفل الفيديو، بس يا ريت يا جماعه نوصل الفيديو ده 10 لايك برضو زي ما وصلناه الفيديو اللي فات 10 لايك بس يا جماعه كده. وكده يبقى انتهى الفيديو، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.